لا الله بخير، قال له ربنا قرا له حاجه. Something happened, no? You just arrived? Yes. Yes, it is. Yes, وفاجئ الحين ولا غرفة؟ لا والله جنس وشفته وراكم وراكم معانا معاك معانا معانا مو وراكم معانا معانا معانا. Okay, thank you so much. بعيدا عن فكرة الاستهزاء بالذات الإلهية، حتى أن الوفد الكردي وإن كان يعني يضحك مع العبادي أثناء اللقاء، إلا أنه لاحقا وأثناء المؤتمر الصحفي لم يتوافق الوفد الكردي مع العبادي. ليس هذا فحسب، الازدراء والاستهزاء تواصل من العبادي أثناء مؤتمره الصحفي. تابعوا واشهدوا. يعني أنا عندي وثيقة، وثيقة جزء منها هي صادرة صحيح، بس تم التلاعب بها. إذا أبو الكاميرا عين شوف، هاي وثيقة يدعي بأنه إحنا فتحنا مطارات السليمانية وأربيل بدون قيد أو شرط، بدون الالتزام، ونشر هذا كتاب رسمي صادر صحيح، بس متلعب بكلمتين شاطبهن. هذا الكتاب الأصلي، إحنا سمحنا، صار طلب سمحنا، بس سمحنا فقط للذين يريدون أن يؤدون العمرة في مكة والمدينة. صار عندنا طلب أن المعتمرين هم رايحين لأي مكان، يسافرون من الأربيل السليمانية إلا يضطرون بالروح ينزلون بغداد برجعة، زيادة كلفة تصير وتعب. عجزنا المعتمرين بالذات، عجزنا. بس دول للأسف شوف وصلوا التزوير إلى هالمراحل، يريدون يزاغلون على الله. والله ترى ما يلعب وياه،